اعلم رحمك الله انه ينبغي للعبد ان تصحبه الشفقة ابدا ما صحب الدنيا، لانه لا يدري على ما يموت وبما يختم له وعلى ما يلقى الله وان عمل كل عمل من الخير. وينبغي للرجل المسرف على نفسه ان لا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت، ويحسن ظنه بالله تبارك وتعالى ويخاف ذنوبه، فان رحمه الله فبفضل وإن عذبه فبذنب.